انا بحيي دكتور على هذا الحديث، وبحيي ايضا زميلنا علاء ثابت وزميلنا بهاء مباشر على هذا الانفراد المهم في وقت نحن في حاجة فيه إلى أن نسمع صوت واحد من الرجال الذين صمدوا وتحدوا وحمل على كتفيه مسؤولية مهمة وتعرض لسهام مسمومة عديدة، لكنه صمد ليعبر بالمؤسسة التشريعية في مرحلة بالغة الخطورة، وكان واضحا ومحددا، وكان لا يهتز ولا يتراجع نتيجة الحروب التي لا تستثني أحدا حقيقة. لكننا الآن في نهاية 5 سنوات من عمر هذا البرلمان نستطيع أن نقول أن البرلمان صمد ووقف ودعم مؤسسات الدولة المصرية وعبر بها خطوات متقدمة إلى الأمام. فاصل ثم نعود معكم لنكمل بقية الفقرات.